السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني اخباركم كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تكونوا الصحة والعافية كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بدارجة بشعار عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين نمر لأبرز العناوين. السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي يفجرها بالتبكي. المغرب لم يعطينا إشارة للتفاوض على أنبوب الغاز بالوثائق خوفا من فتح تحقيق دولي قد يورط عصابات جنرالات الجزائر. نقل جثمان 3 سائقين جزائريين لعائلتهم بدون المرور عبر الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة. لهذا السبب روسيا تدخل على خط الخطاب الملكي وقضية الصحراء وتعترف. المغرب حسم القضية نهائيا بعد الخطاب الملكي. ألمانيا تعتذر من المملكة المغربية بهذه الطريقة وتفضح شنقريها. البحرين تفاجئ المملكة المغربية بهذا الشيء في مدينة أصيلة. ألمانيا وصربيا يصفون الرئيس الجزائري بالشريك الضعيف. الهند تدخل على خط الخطاب الملكي وتؤكد أن مغربية الصحراء حقيقة رسخة. هادشي بزاف بالفيديو. هجوم المواطنين الجزائريين على الحقول للحصول على البطاطا في الجزائر. الملك محمد السادس يوجه رسالة عاجلة إلى جو بايدن ويحذر إسرائيل بأوامر ملكية. الجيش المغربي ينشر سربا من مقاتلات F-16 بهذه المدن استعدادا لهذا الشيء. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي يفجرها بالتبكي. إسبانيا والجزائر كانتا تنتظران إشارة من المملكة المغربية وتأملان أن تبدي المملكة رغبتها في التفاوض حول تجديد عقد أنبوب الغاز، لكن المغرب لم يبدي أي إشارة أو استعداد لذلك. النظام الحركي يتفاخر بقوته أمام شعبه المطحون ويقول أنه أوقف الغاز عقابا للمملكة المغربية، ويبكي عند أرجل الأوروبيين ويشتكي من أن المملكة المغربية لم تعطيه إشارة للتفاوض على أنبوب الغاز المار من أراضينا الشريفة. نقل أمس الأحد جثامين الجزائريين 3 الذين لقوا مصرعهم في المنطقة العازلة في الأول من نوفمبر الجارية إلى ذويهم من أجل تشييعها بدون المرور بالطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، خوفا من مطالبة المملكة المغربية فتح تحقيق دولي قد يورط عصابة الجنرالات ويجرهم إلى محاكم دولية. ووصلت جثامين التجار 3 من المستشفى المختلط سيد الحواس بتندوف في اتجاه مطار الرائد الفراج لتنقل بعدها إلى ذوي الضحايا من أجل تشييعها. الضحايا هم أحمد بن مدين من مواليد 1973 متزوج وأب لتسعة أطفال يعمل في مجال النقل وينحدر من بلدية عين ماضي بولاية الغواطة. إبراهيم عربابي من مواليد 1987 وينحدر من ألفو بولاية الغواطة. أشطم أحمد من مواليد 1986 وينحدر من ولاية ورقلة. أورادت وكالة الأنباء الروسية تاس أمس الأحد مقتطفات واسعة من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، مبرزة إرادة المغرب في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية. كما سلطت الوكالة الضوء على التزام جلالة الملك محمد السادس بإيجاد حل سياسي سلمي لقضية الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة. وأبرزت وكالة الأنباء الروسية بشكل خاص تأكيد جلالة الملك محمد السادس مجددة دعمه لوقف إطلاق النار ومتابعة التنسيق والتعاون مع بعثة المينوسو، مشددا على أن الصحراء بالنسبة للمملكة المغربية ليست موضوع مفاوضات.
ولفتت الوكالة استنادا للخطاب الملكي السامي إلى أنه إذا أجرى المغرب مفاوضات فذلك فقط من أجل التوصل إلى تسوية سلمية تحت رعاية الأمم المتحدة. وبعدما سلطت الضوء على دعم المغرب لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوثه الشخصي لاستئناف المسلسل السياسي في أقرب وقت ممكن، أضافت وكالة طاس أن خطاب الملكي أبرز التطور الذي تحققه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لا سيما في مجال البنية التحتية وتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية، ما يجعل جهات الصحراء فضاء مفتوحا للاستثمار الوطني والأجنبية، بما معناه أن المملكة المغربية قد وضعت حدا ونهاية لملف الصحراء المغربية بأن لا تكون إلا تحت السيادة المغربية. باتت القناة الألمانية دوتش فيل في محطتها الناطقة باللغة العربية تقريرا فضحت من خلال حقيقة سعيد شنقريحة رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية، معتبرة أنه الرئيس الحقيقي عوض كدبون. ووصفت القناة خان زريحة بأنه واحد من رموز العشرية السوداء بالجزائر وقائد فعلي للبلاد عكس ما يتم الترويج له بشأن الرئيس المنتخب كدبون. وكتبت القناة في برنامجها السلطة الخامسة أن خان زريحة يهندس لحرب باردة مع المملكة المغربية، حيث أبرزت إلى أنه بعد صعوده مباشرة عرفت العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوقة. وأضافت شنقريحة عسكري مناهض للمملكة المغربية وداعم أساسي لجبهة صندلستان الانفصالية. وركزت القناة في برنامجها على تصريح سابق للجنرال الجزائري الذي يعكس حقد الواضح للمملكة المغربية والذي وصفه بالعدو الكلاسيكي. وكشفت القناة الألمانية التي تحظى بمتابعة كثيفة في الوطن العربي إلى أن شنقريحة بات الرجل الثاني في الجزائر بعد تقلده منصب رئيس الأركان خلفا للراحل بين قوسين قيد صالح والذي غادر الحياة سنة 2019. وأضافت أنه هو الرئيس والقائد الفعلي للجزائر، وهو ما يؤكد أن عبد المجيد كدبون مجرد قناع مدني للمؤسسة العسكرية. ونقلت القناة معطيات من مقال نشرته جريدة لوموند الفرنسية، ورد فيه أن تبون ليس أقوى رجل في الجزائر، الرجل القوي الحقيقي هو رئيس أركانها شنقريحة. إلى ذلك أكدت القناة الألمانية نقلا عن مجلة جون أفريك أن خان زريحة لوت سمعته كزعيم وحشي بل متعطش للدماء خلال العشرية السوداء، مضيفة أنه اتهم خلال فترة ما بين 1992 و1994 بارتكاب عمليات اغتيال بحق مدنيين جزائريين عزل، مستندة إلى ما ورد في كتاب الحرب القادرة. قرر عاهل المملكة البحرينية الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم مشروع إقامة معهد للموسيقى سيطلق عليه اسم معهد البحرين للموسيقى الشرقية في مدينة أصيلة حسب ما ذكرته مصادر خاصة. وسيقام الفضاء الموسيقي الجديد بفضاء طام غيلانا وسط المدينة القديمة بأصيلة بهدف تأهيل الموسيقيين الشباب من مدينة أصيلة وكذا من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك تجميلا للروابط الأخوية المتميزة القائمة بين المملكة المغربية ومملكة البحرين. ويأتي إنشاء المعهد الجديد الفريد من نوعه حول الموسيقى الشرقية تأكيدا للعلاقات التعاون والتضامن القائمة بين البلدين الناهضين في مختلف المجالات، وكذا إشادة بالجهود المبذولة من لدن المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية بالمغرب وكذا بالبحرين. وسيعهد لمؤسسة منتدى أصيلة في المغرب وهيئة البحرين للثقافة والآثار في البحرين تسيير هذه المعلمة الجديدة التي ستخصص في تعليم قواعد الموسيقى عموما والشرقية خصوصا، بما في ذلك أصول ونشأة وتطوير هذه الموسيقى العربية والمغربية. وفي السياق ذاته سيتلقى الطلاب دروسا في مختلف القواعد والآلات الموسيقية والمؤثرات الموسيقية الصوتية الأخرى. تبقى الإشارة إلى أن الإشراف على وضع حجر الأساس هذا المشروع البحريني بالمملكة المغربية الرائد بمدينة أصيلة سيتم يوم الثلاثاء المقبل بحضور نبيل يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام ووزير الإعلام سابقا، إلى جانب محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة ووزير الخارجية والتعاون سابقا.
يواصل ابتزاز الجزائر لأوروبا بخصوص موضوع الغاز عقب إغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي والذي يزود إسبانيا، إثارة المزيد من القلق لدى الأوساط السياسية الأوروبية. وفي رد فعل المستنكر لهذا الفعل العدائي، يعتبر البرلمان الأوروبي الألماني لارس باتريك بريغ أن قرار الجزائر القادم بإغلاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي نحو إسبانيا أمر مقلق للغاية بالنظر إلى حلول فصل الشتاء وارتفاع أسعار الطاقة. ووصف البرلماني الألماني في تغريدته على تويتر الجزائر بالشريك الضعيف المصداقية الذي يقوم بهذا الابتزاز الغير مقبول. من جهته قال النائب الصربي الدكتور مؤامير بيتشافيتش إنه قلق للغاية إزاء الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، مسجلا أن الإغلاق المؤسف لخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي من شأنه تقويض أمن وانتظام إمداد الغاز المواشى إلى أوروبا، كما أعرب عن أمله في تسوية هذا الخلاف من خلال اتفاق أخوي. واعتبر عمدة مدينة ليفري البلدية المرتبطة باتفاقية التوأم مع مدينة الداخل المغربية رافائيل كوبال أنه خلال فترة الأزمة بالنسبة للسوق الغاز الطبيعي تعارض قرار الجزائر القادم بإلغاء اتفاقية خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي مع مصالح الجميع وحلفائنا الرئيسيين في إفريقيا مثل المملكة المغربية. كتبت وكالة الأنباء الهندية دي نيوز أنجنسي أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أول أمس السبت بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة جدد التأكيد على أن مغربية الصحراء حقيقة راسخة. وذكرت الوكالة أن الخطاب الملكي الذي تميز بالحكمة والصراحة والوضوح وجاء رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفاده أن البلدان التي تتطلع إلى شراكة ذات مصداقية مع المملكة المغربية يتوجب أن تعترف بسيادتها على صحرائها وأن تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة. وأضافت الوكالة الهندية أن الملك محمد السادس أكد أيضا أن مغربية الصحراء لن تكون يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، وإنما المملكة تتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وأشارت وكالة الأنباء الهندية إلى أن الخطاب الملكي جدد التأكيد من جانب آخر على التزام المغرب بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بخصوص النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء المغربية. وسلطت الوكالة الضوء على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وتوسيع المشاركة السياسية لساكناتها في تدبير الشؤون المحلية والجهوية. وذكرت وكالة الأنباء الهندية أنه في الأشهر الأخيرة شهدت قضية الصحراء القضية المقدسة لدى كافة المغاربة عدة تطورات ملموسة، خاصة فيما يتعلق بتأمين المعبر الحدودي القرقيرات واستعادة حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المملكة المغربية وموريتانيا. الجوع والقهر والنيف هذا ما تمتلكه القوة الضاربة في إفريقيا القهوة الإقليمية والدولية. وفي فضيحة عالمية مدوية تسرب فيديو لمئات الأشخاص في بلد الكبرانات يهجمون على حقول المزارعين لسرقة البطاطا حاملين أكياس بلاستيكية وأكياس التخزين. تبون الذي أهدى بغلا أقصد حصانا عربيا أصيلا للرئيس الإيطالية فقط ليقول كلمة تسكن جراح الانتصارات الدبلوماسية للمملكة المغربية، نسي وهو يحك الخطط والدسائس للمملكة المغربية محاولا تقسيمها حسدا، نسي أن بوصبع الأزرق قادته معدته الفارغة لسرقة محاصيل المزارعين في ظاهرة تحدث لأول مرة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. طوابير الحليب والزيت وغيرها ما أكسب الجزائر شهرة عالمية انضافت لها ما أسموه الجزائريون أنفسهم بمسيرة الجوع أمس. آخر ما سأقوله تعليقا على الفيديو حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الأكاديمي والمحلل السياسي خالد البكاري إن الجهة التي يقصدها الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء 46 والتي وصفها بأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة
والتي وجه لها رسالة يقول فيها إن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية لن تخرج عن 3 احتمالات. وذكر البكري في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه إذ كان القصد هو الاعتراف بمغربية الصحراء بوضوح فإسرائيل جهة معنية. وأضاف أن الملك محمد السادس يجعل الاستمرار في تنفيذ أو عقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل كما هو منصوص عليه في الاتفاق الثلاثي رهين باعتراف صريح بمغربية الصحراء، خاصة بعد تصريحات غوفرين السفير الإسرائيلي المعين بالمغرب لوكالة الأنباء الإسبانية. وأورد البكاري في ذات التدوين أنه إذ كان يقصد من العبارة أي تجديد الاتفاقية ذات طابع اقتصادي أو تجاري مشروطة بشمول منطقة الصحراء المغربية ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية فالاتحاد الأوروبي يدخل ضمن نفس الخانة. وأردف المحلل السياسي أن الجهة يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية إذ كان القصد تنفيذ التزامات سابقة والقصد هو تفعيل قرار إحداث قنصلية أمريكية بالدخل خصوصا وأن الخطاب ركز على أهمية افتتاح القنصليات من جهة كمساهمة في حل النزاع وأشاد بجهود الإدارة الأمريكية السابقة مما يمكن اعتباره رسالة مشفرة إلى الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن. ذكر موقع ديفونسيال المتخصص في الشؤون العسكرية أن القاعدتين الجويتين سيدي سليمان وبن غرير اللتان تعتبران أكبر قواعد جوية في المغرب ستعرفان في المستقبل القريب أشغال بناء حاضرات طائرات بأنظمة إغلاق آلي ومرافق تخزين وصيانة ذات المحركات بعد إطلاق مناقصات في 2 نوفمبر الحالي أمام المقاولات والشركات المتخصصة في أعمال البناء والأشغال. وأضاف موقع ديفونسيا أن ما تقوم به المملكة المغربية لديه علاقة بتسلم المغرب في 2024-25 مقاتلة F-16 بلوك 72 الجيل الجديد وتحديث معدات وبرمجيات وأنظمة 23 مقاتلة من طراز بلوك 52 أخرى توفر عليها المملكة المغربية في مقابل 4.7 مليار دولار. هذه الصفقة أبرمتها المملكة المغربية مع شريكه لوكيد هود مارتين لصناعة المعدات العسكرية في سنة 2019 وحظيت بموافقة البنتاغون. وأضاف الموقع المذكور أن الجيش المغربي سينشر سربا من مقاتلات F-16 جنوب المملكة المغربية وتحديدا قاعدة كلميم للرفع من فعالية الغطاء الجوي المخصص للمنطقة العسكرية الجنوبية. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال إعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصل قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء إن شاء الله.